بسم الله الرحمن الرحيم. بالعربي فقط نقرأ ما هو مكتوب في بحر الغلاف. العنوان: كتاب تعليل أكسجين أكثر. غلاف الكتاب من الخلف، سوف تقرأ تعليم أكسجين أكثر، مفهوم جديد. مدرسة الخالدية الابتدائية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، من العام 1356 هجرية إلى العام 1416 هجرية. هذا تاريخ ميلاد المؤلفين. المحتوى 5000 دقيقة. تسجيل حوارات بالعربي. محتوى الكتاب: تسجيلات صوتية. كانت الصفحة السابقة من هذا الكتاب عبارة عن الغلاف وظهر الغلاف. الآن نحن في الصفحة الأولى والصفحة الثانية. الصفحة الأولى مكتوب فيها التي في اليسار كتاب جينك، ومكتوب فيها العنوان، عنوان الصفحة: خطة الناشر، اللي هي بوب. فكتاب جينك يغطي أسئلة حوارات، وأسئلة الحوارات هي عن نظريات أو نظريات تحول أو تقنية نظريات تحول أو نقل تقنية نظريات إلى القراء، اللي هي 3T04. والنظريات هذه لها كتب. الأول كتاب Never Be Sick Again، يعني حتى لا نمرض ثانية. والثاني Power of Now، طاقة اللحظة. والثالث 0 to 1، وهو في الاقتصاد. والرابع نبوءة، NA، نبوءة التعليم. ستكون هذه النظرية الرابعة هي نظرية لم تكتب وسوف تكتب في هذا الكتاب. أما الثلاث نظريات السابقة فهي مكتوبة في كتب. الصفحة الثانية فيها خطة الناشر بعنوان Idea. أي الآي من Intent، أي مقصد الكتابة، المقصد من الكتابة، من كتابة الكتابة. والدي من ديزاين، يعني تصميم الكتاب. والإي من إكسكيوشن، أي نزول الكتاب إلى السوق أو بين أيدي القراء، طريقة نشر الكتاب. والA من Alternative، أي التعليم البديل.